السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في فيديو اخر. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا مصطلح جديد، ان نوفو كونسيبت، بيا اون با فوار ان نوفو شابيتر اللي سميتو لو بيلون. شنو غادي نعرفوا في هذا الفيديو؟ غنعرفوا الشرح ديال البيلون، اون ديفينيسيون، غنعطيوها ديفينيسيون سامبل، ومن بعد نشوفوا كومون اون بو بريزونتي لو بيلون دو مانيير كوريكت، كيفاش غنقدر نصور بيلون صحيح 100%. اوكي، نفهم المفاهيم الاساسيه ديال البيلون، ومن بعد ندوزو لدي زابليكاسيون بور ميو كومبريندر. نبداو على بركه الله. دونك سي كوا ان بيلون؟ كتعريف مبسط، اون بو دير كوا سي تا نيتا دو سينتيز كي ديكري لا سيتياسيون فينونسيير دو لونتربريز ا اون دات دوني. اوكي، ايتا دو سينتيز يعني واحد الطابلو كيتصاوب في الاخر ديال العام، كيوصف لينا الحاله الماديه ديال المقاوله واحد المده معينه. فهم؟ او بيان اون بو لو ديفينير دو سيت مانيير. وهذه ابسط شيء اللي خصك انك تضبطو، انك نقولو البيلون سي ان طابلو ديفيزي اون دو بارتي، بارتي غوش ابلي اكتيف و بارتي دروات ابلي باسيف. دونك طابلو مقسوم على جوج، الجهه اليسريه كتسمى اكتيف والجهه اليمنيه كتسمى باسيف. تفهمنا؟ تري بيان. شنو كنقصدو بالاكتيف وشنو كنقصدو بالباسيف؟ هما مصطلحات اللي ماشي هما جداد، الله نتعرفوا عليهم، ديجا تعرفنا عليهم بمفاهيم اخرى اللي سميناهم امبلوا وغوسورس. دونك لومبلوا سي لاكتيف والغوسورس سي باسيف. فهم هذا المبدا؟ فهمناه؟ دونك سي كوا لاكتيف اي سي كوا الباسيف؟ دونك لاكتيف سي تو سو كو بوسيد لونتربريز، يعني كنشوفوا فيه الممتلكات ديال المقاوله كامله. دونك شي حاجه اللي كتمتلكها كتكتب في لاكتيف. دونك لاكتيف سي كوا لاكتيف؟ تو سو كو possède l'entreprise، يعني اي حاجه كتمتلك المقاوله كتسجل في هذا الاتجاه ولا في هذه الجهه، كتسجل في جهه اليسار اللي هو لاكتيف، جهه اليمين اللي هو سميتو الباسيف. tout ce que doit payer l'entreprise، يعني اي حاجه غادي تخلصها المقاوله. دونك مفاهيم بسيطه خصنا نميتريزيوها مزيان. انا نعطيو دي زيكزامبل بور ميو كونكريتيزي لا شوز، مي افون تو سا غادي نشدو البلان كونطابل صفحه 46 وغادي نلقاو بيلون اكتيف صفحه 47 بيلون باسيف. هو اللي عندنا طابلو مقسوم على جوج، اكتيف باسيف. غنشوفو المصطلحات اللي مكتوبين في هذوك لي بوند اللي عندكم بالاحمر، يعني غتلقى اكتيف وتحت منها مكتوبه اكتيف ايموبيليزي، والبوند الثانيه مكتوبه اكتيف سيركيلو اور تريزوري، ولا ديرنيير فيها تريزوري وتحت منها تريزوري اكتيف. ندوز الاتجاه الاخر، passif alqa financement permanent passif circulant et trésorerie passif. حتى لهنا امور واضحه. دونك كيفاش غنعقل عليهم انايا؟ انا اول مره كنسمع بهذا البيلون كتقول لي هذه المصطلحات وهذا. دونك بور لو مومون ما كنهضرش على المفاهيم، كنهضر غير على الترتيب ديالو. واش انت قادر انك تعقل على الترتيب ديالو بهذه الطريقه؟ فينونسمون بيرمانون في الباسيف، اكتيف موبيليزي في الاكتيف، من تحت منه اكتيف سيركيلون او تريزوري، باسيف سيركيلون تريزوري، تريزوري اكتيف باسيف. واش كتقدر؟ دونك غنعطيك استوس ونتمنى انه يفيدك باش ما عمرك انك تنسى. دونك كومون سا اون فالوتي فينونسمون بيرمانون اش من كلاس؟ سي لا كلاس رقم 1 كلاس 1، اكتيف ايموبيليزي كلاس رقم 2، اكتيف سيركيلون او تريزوري سي لا كلاس 3، passif circulant c'est la classe 4 et la trésorerie c'est la classe 5. Et on voit la classe 5 مقسمه لدو بارتي، كاين trésorerie actif ou كاين trésorerie passif. هادو sont des rubriques. La rubrique الاولى اللي هي trésorerie actif كتسجل في الاكتيف، و trésorerie passif كتسجل في الباسيف. وبالتالي رتبناهم على حساب لو بلون كونطابل جينيرال دي زونتربريز ماروكان. هادشي اللي عندي في بلون كونطابل انا باش نعقل عليهم كومون جو دو فير. شي سي سي سامبل، هو كتعرفوا هذيك اللي ديال اصل بخط، يعني هاد الارقام بالترتيب. اول حاجه كاين رقم 1، رقم 2، رقم 3، 4، 5. اوكي، سي با اسكو سي كلير با؟ دونك 1 2 3 4 5. اتلاحظوا انها مكتوبه على الشاكله ديال رقم 5، وبالتالي ما عمرك تنسى الكلاسمون ديال لي كلاس في البيلون. كنبداو فينونسمون بيرمانون، كنتبعوه باكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركيلون اور تريزوري، باسيف سيركيلون اور تريزوري،
et 5 fait trésorerie active et trésorerie passif. C'est bon? نتمنى هاد لاسوس انه يكون نال الاعجاب ديالك وبالتالي بقيتي عاقل وضابط على الامور ديالك. سالينا هاد المرحله فهمنا دونك ريكاب لاكتيف اشنو فيه تو سو كو بوسيد لونتربريز باسيف تو سو كو دو باي لونتربريز يعني هنا الممتلكات وهنا الديون اللي خصو يخلصها هنا ممتلكات المقاوله هنا الديون اللي خصها تخلصها المقاوله هذه كمفاهيم اولى كمفاهيم مبسطه اللي خصني نميتريزيها ندوزو للمرحله الثانيه هو لا بريزونطاسيون دو بيلون دو مانيير جينيرال سو في دو سات مانيير حنا باش نديرو اون بريزونطاسيون كوريكت خصنا نديروها سولون لو بي سي جي سولون لو بلان كونطابل جينيرال دي زونتربريز ماروكان دونك كيفاش نصاوب هذا دو نورمالمون اي لي نورماليزي يعني كاع لي زونتربريز كي صوبو نفس الطريقه هو اللي عندكم في بلان كونطابل نقسم بهذه الطريقه اللي كاين فينونسمون بيرمانون اكتيف ايموبيليزي اكتيف سيركول او تريزوري passif circulant, trésorerie active, trésorerie passive. On va vous donner des exemples simples à retenir. يعني شنو الحوايج اللي غادي نعقل على كل بارتي حيت انا والله اول مره غادي نبدا البيلون ما نعرفش لي زيليمون فين كيكونوا غيتعطوني مصطلحات واش هذا غيكون في الباسيف غيكون في الاكتيف دونك بور لو ميتريزي نحاول نعطيكم دي زيكزامبل سامبل اللي تعقلوا عليهم اوكي فهمنا دونك نبدا بالفينونسمون بيرمانون الكلاس رقم 1 شنو فيها فيها كابيتال بروبر نعقل على الكابيتال كما قلت لكم كاين كابيتال بيرسونيل وكابيتال سوسيال وعرفنا الفرق بيناتهم كابيتال بيرسونيل كيكون بالنسبه لونتربريز انديفيديوال وكابيتال سوسيال كيكون بور اون انتربريز سوسيتير او بيان اون دي بور اون سوسيتي اوكي كاين دوزيام روبريك كاين كابيتال بروبر اي اسيميلي دونك هاد المصطلحات راه عندكم في بلان كونطاب كابيتال بروبر اي اسيميلي كيكون فيها لي سيبونسيون وعندنا اوتر روبريك اللي فيها ديت دو فينانسمون دونك هادي غادي تكرر بشكل كبير دونك هما اللي غنحاول نعطيكم ونركز عليهم في الشرح ديت دو فينانسمون كاين في لي ديت دو فينانسمون كاين امبران اوبليغاتوار وكاين اوتر ديت دو فينانسمون فهاديك اوتر ديت دو فينانسمون اوتر ديت دو فينانسمون وهذا اللي غادي يتكرر بشكل كبير عندكم في لي زيكزارسيس كاين سكون افيل امبران امبران اوبري دي ستابليسمون دو كريدي امبران اوبري دو ستابليسمون دو كريدي شنو كيعني كريدي كتاخذوا المقاوله من عند البنكه لمده طويله سون دي كريدي ا لون تير كيتكلاصاو في هذا البوست اوتر ديت دو فينانسمون وعندنا مصطلح اخر اللي ديجا شفناه سميتو فورنيسور ديموبيليزاسيون فورنيسور ديموبيليزاسيون حتى هو كيتكلاصا معاه فورنيسور ديموبيليزاسيون دونك فوقاش شفنا فورنيسور ديموبيليزاسيون فوقاش شفنا هذا لو كونط هذا منين كنشريو واحد لي موبيليزاسيون بكريدي وهذه المده ديال الكريدي ديالو كتكون اكبر منها فهمنا تري بيان دونك اون ريزومون الحوايج اللي نعقل عليهم بور لو مومون شنو هما هو الكابيتال او لونبران والفورنيسور دي موبيليزاسيون هادو كيكونوا في الفينونسمون بيرمانون لاحظ لي التسميه فينونسمون بيرمانون يعني فينونسمون دورابل يعني هاد الاشياء هادو هاد المصطلحات هادو هما اللي كيمكنوا لك باش دير ان انفستيسمون يعني كيكون عندك راس المال باش تكري اون انتربريز دونك هاد راس المال شنو كدير به كتشري مثلا لوكال كتشري دي ماشين وغتبدا تخدم فيهم هذا هو الانفستيسمون سي ا بارتير دو سو كابيتال دونك الا كان هاد راس المال ما كافينيش انايا باش نشري هاد المشتريات كاملين باش نديماري لاكتيفيتي ديالي باش نديماري الاستثمار ديالي دونك شنو خصني ندير كنلتجأ للبنكه جو بار على البون كناخذ كريدي هذا الكريدي هو اللي يمكنني باش نشري الاشياء المتبقيه باش نديماري البروجي ديالي فهم دونك هذا سو كوا سي سون دي ريسورس دونك الباسيف سي كوا سي دي ريسورس الموارد دونك حنا دبرنا على الموارد عندنا راس مال فلوسي بروب يعني فلوس بروب المقاوله فلوس حره ديال المقاوله اوكي بلس كريدي كريديات الون تير كريدي الون تير دونك هادو شنو كيديروا هادو
هادو كيمكنوا ليا باش نشري هاد لابارتي. هاد لابارتي اللي كنسميوها اكتيف ايموبيليزي. دونك لاكتيف بالنسبه لنا سي كوا؟ سي لومبلوا. لومبلوا يعني فين غنستعمل هاد الفلوس. الغوسورس هما هادو، الاصل ديال الفلوس منين جاونا هاد الفلوس، جاونا راس المال وجاونا من الكريدي من عند البنكة ولا كريدي من عند ان فورنيسور لا يبيع ليا لي زيموبيليزاسيون. دونك هادو كناخذ بهم لاكتيف ايموبيليزي لي زيموبيليزاسيون. كتعريف مبسط لي زيموبيليزاسيون ديجا شرحناه اللي هما شنو كشرحناه بهذه الطريقه لي بيان دورابل. دونك كون دي لوسكون دي ايموبيليزاسيون سو سون دي بيان دورابل. شنو دي بيان دورابل؟ يعني كنشريهم باش نخدم بهم. شريت مثلا لوكال ماشي شاريه باش نبيعه، ولكن شاريه باش نخدم فيه. شريت دي ماشين ماشي دي ماشين باش نبيعهم، مي دي ماشين باش نخدم بهم باش ننتج بهم. فهم موبيلي دو بيرو، ماتيريال دو بيرو، دونك هاد لي زيليمون هما الاليات ديال الخدمه ديالي فهاد المشروع اللي كندير. واضحه الفكره؟ تري بيان. سون دي زانفيستيسمون. دونك الترتيب ديالهم في لاكتيف ايموبيليزي. نعاود نذكر لاكتيف سي كوا؟ سو تو سو كو بوسيد لونتربريز، اي حاجه كتمتلكها المقاوله. يعني الا كانت شي حاجه كارهه ما كتدخلش هنا. مثلا هذاك اللوكال اللي دويت عليه الا كنت كاره انه في با بارتي دو لاكتيف، حيت ماشي ديالك، ماشي في الملكيه ديالك. اوكي، حتى كتشريه عاد باش كيولي في الملكيه ديالك ومن حقك هذيك الساعه تدخلو في لاكتيف. دونك لاكتيف ايموبيليزي نحاول نعطيو فيه دي زيليمون مبسطين دي ريبري. كاين لي زيموبيليزاسيون او نون فالور. يعني شنو هما لي زيموبيليزاسيون او نون فالور؟ يعني دي زيموبيليزاسيون اللي ما عندهمش قيمه، هما عباره عن مصاريف اوليه لانشاء المقاوله. وهذا غنرجع ليه بالتفصيل في فيديو لاحق ان شاء الله، وغادي نشرح كل روبريك على حدة. الروبريك الثانيه شنو فيها؟ ايموبيليزاسيون انكوربوريل. دونك لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل من خلال المصطلح ديالها كيعني بان دي زيموبيليزاسيون كي نون با انكور. نعطيو دي زيكزامبل، مثلا بحال براءه الاختراع، بروفي دافونسيون. انت باغي تستغل واحد الاختراع، دونك خصك تمشي تشري هذيك البراءه. فهم شي كو انكور ان لوجيسيال، باغي تاخذ ان لوجيسيال، دي طرافو دو ريشيرش مثلا اللي كيديروا في لي لابوغاتوار، وبيان ا فون كوميرسيال. دونك هادو كاملين كنسميوهم دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. ندوزو النوع الثالث هو ايموبيليزاسيون كوربوريل. ملي كنقولوا اون ايموبيليزاسيون دونك corporel, bien les immobilisations corporelles, c'est-à-dire les immobilisations qui ont un corps, qui ont un corps, quelque chose qui est touchable. Donc, par exemple, c'est là que je me fais appeler les mots. Donc, qui est l'arbre, qui est le terrain, ou cette manière qui est le mkhtoub bin fiha dans le plan comptable, ou cette manière qui est le msoub bin fiha plan comptable, qui est l'arbre, qui est le terrain, ou bien qui est la construction, qui est le binaya, ou bien qui est les installations, matériel de transport, mobilier matériel de bureau. دونك بهذه الطريقه باش نقدر نعقل عليهم. وهاد لي زيليمون هما الاكثر يعني تواجدا في لي زيكزارسيس، وخصني نعقل عليهم لان ملي نبغي نصوب ان بيلون خصني نعقل على الترتيب. دونك الطريقه السهله باش نعقل على الترتيب نحاول اني نطراسيهم هنا. دونك اول حاجه كنبداو بها ان تيغان مورا كونستركسيون، ابري كونستركسيون اليا انستالاسيون، انستالاسيون تكنيك اي اوتر، وعندنا موبيليي ماتيريال de pardon matériel de transport, matériel de transport, mobilier, matériel de bureau. طبيعه الحال نتوما عندكم بلون كونطال، vous pouvez vérifier ça en même temps. Donc اول حاجه دونك عندنا التيران، ثاني حاجه كونستركسيون يعني الارضيه اللي كتسبق، من بعد البنايه، من بعد كدير التجهيزات يعني لي انستالاسيون، من بعد لي انستالاسيون كيجي الماتيريال دو ترونسبور اي ماتيريال موبيليي دو بيرو. ربما تكون توفقت في الشرح ديال هاد لابارتي. نختمو بآخر نوع ديال لي زيموبيليزاسيون، هما لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير جوج حويجات لي تعقلو عليهم بوغ لو مومون. كاين بخي، سي كوا لو بخي؟ سي لو كونتر ديال لومبران. لومبران انا كنمشي ناخد كريدي، لو بخي سيتادير انا كنعطي كريدي. هاد الكريدي لمن كنعطيه؟ ليكزومبل بسيط، كنعطي كريدي للبيرسونيل ديالي، هذاك اللي خدام عندي باغي كريدي، نقدر نعطي ان بخي، ان كريدي، ولا ديوغي دو رومبورسمون ديالو كتفوت العام. اوكي؟ لا ديوغي دو رومبورسمون ديالو كتفوت العام. ونعقل على تي بي،
دونك غادي نكتبهم بجوج ونحاول حتى ما نشوفوهم. قلنا فيديو لاحق ان شاء الله ونشرح لي روبريك بالتفصيل. دونك كاين لي بري وكاين تي بي. تي بي سيتادير كوا؟ تي بي سي تيتر دو بارتيسيپاسيون. بشكل مبسط سو سون دي اكسيون كي سون اشتي pour participer et contrôler la gestion des entreprises émettrices. Les actions que tu as pour que tu puisses contrôler le tir de la déclaration que tu as pour que tu actions. Faut comme faut avaler la parole à ces éléments. C'est bon. Donc, il est choisi une à cette partie. Hier, cette tige est une. Ok. Très bien. Il est choisi une à cette tige. شنو قلنا لا بارتيكولاريتي ديالو؟ انه اكبر او يساوي 12 شهر. يعني لا ديوري ديال الكريدي، لا ديوري دو كريدي، لا ديوري دو رومبورسمون ديالو شحال فيه؟ عام الفوق. وهنايا لا ديوري ديال هذا الكريدي هذا حتى هو سوبيريور ا 12 mois. يعني عام الفوق. اوكي؟ تري بيان. ندوزو لاكتيف سيركيلون. بدينا ب le financement permanent. Le financement permanent est supérieur à un an. Je trouve qu'il fait le rassemblement, ou fait l'emprunt, ou fait le fournisseur d'immobilier. La chaîne est en train de faire ça. Comme la durée, ça concerne la durée de remboursement. Et au crédit de crédit, la durée de remboursement est le fort. Le minimum est la même chose ici. Le minimum de remboursement des prêts est le fort. Ok? Très bien. Nous avons la classe 3. La classe 3, je suis mis à actif circulant. Il y a une actif immobilisé, c'est-à-dire les éléments immobilisés, ils sont stables au sein de l'entreprise, ils ne sont pas destinés à la vente. Actif circulant hors trésorerie. Yani hors trésorerie, la trésorerie est à donc, on a droit à l'actif circulant. Circulant, je suis mis à l'actif, c'est-à-dire qu'il circule. شوما الحوايج اللي تعقل عليهم بور لو مومون. دونك عندنا ستوك وعندنا الكريونس وعندنا تي في بي. دونك ملي كنقولو ستوك، ستوك سي كوا؟ هي اصلا انت ملي كتشري السلعه خصك تحطها في واحد المخزن، واحد المكان، هذاك المكان معين كنقولو لابيل لو ستوك. هاد ستوك يكون فيه انواع من المنتوجات، يا اما كيكون عندك دي مارشانديز، يا اما دي ماتيغ بروميير، il y a des produits finis, il y a des produits en cours, donc il y a des chiffres la classe 3. Et le stock, il y a des stocks, il y a des stocks. Faut. Créance, je vois les créances, ou moi les crédits. Je vais même les clients, qu'il y a des clients qui sont au comptant, ou qu'il y a des clients qui sont à un mode de moyen, mais qui sont à un mode de délicat. Donc, tu as un mode de flux, donc crédit envers ton client. Ok, ça on l'appelle une créance. هاد الكريونس خصو يخلصك فيها طبيعة الحال الكليون. تي في بي، تي في بي سي تيتر اي فالور دو بلاسمون، تيتر اي فالور دو بلاسمون. هما وهذا كيتشابهو، تي بي و تي في بي كيتشابهو، فاش في التسمية. سو سون اوسي دو مانيير سامبل اون دي سون دي تيتر بيان دي زاكسيون. هاد الاولين قلنا المدة اللي خصك تحتفظ بهم، يعني المدة عام الفوق، وهنا المدة اللي تحتفظ بهم اقل من عام. Inférieur strictement à 12 mois. Ou bien, il y a un hedef de ces actions ou un hedef de ribhi. Bimena, on l'appelle l'objectif de spéculation. Un ribh assari. On a acheté une action, on a acheté un zèle de stock, on a fait le bourse, ou on a acheté. Donc, on a acheté un ribh. Par contre, TP, on a acheté un ribh assari, mais on a acheté un ribh. تشارك يعني لا بارتيسيپاسيون تشارك وتساهم او في لا جيستيون او الكونترول ديال لي زونتربريز ايميتريس لي زونتربريز اللي شريتي من عندهم هاد لي زاكسيون. فهم هنا هدف ربح واحد، ما هنا هدف هو هدف استراتيجي مستقبلي للتحكم في التسيير وفي اشياء اخرى ديال المقاولات اللي صدرات هاد لي زاكسيون. سي بون. دونك سالينا من هاد المرحله هادي، ندوزو للمرحله الاخيره اللي هي تريزوري باردون 4. Pour le quatrième, donc c'est l'inactif actif circulant, d'abord passif circulant, il y a des ressources circulant. Je suis juste là pour les dettes. Je sais que là, quand on parle de dettes, on parle de dettes.
tout ce que doit payer l'entreprise. Mais on parle de dette. On a des dettes à long terme, des dettes les dettes de l'homme de l'âme le fort, ou on a les dettes qui connaissent à calme l'âme. On a droit à la fournisseur. Dette, fournisseur. Mais quand on dit fournisseur, je ne connais pas. انا ملي كنشري من عند فورنيسور بكريدي كنشري لواحد المده معينه فهم دونك جي من دات انفير مون فورنيسور يعني خصني نخلص من دات ا بي وكاين دي دات انفير ليتا يعني هما الضرائب وكاين لي زورغانيزم سوسيو لي زورغانيزم سوسيو مثلا بحال الشكل ديال السنسات لا كوتيزاسيون ولا لا كاس ناسيونال دو كوتيزاسيون سوسيال ولا سيمار كوتيزاسيون ماروكين دو روتريت هادو كيسالونا شي فلوس دونك كنحطوهم هنا وخصهم يتخلصوا المده ديالهم تا هو اقل من عام انفيريور ستريكتومون ا 12 مو سي بون دونك هادي اتجاه اخر هضرنا على لا فاز الاولى دابا لا فاز الثانيه لا فاز الاخيره ديال الكونت 5 هي لا تريزوري يعني فلوس التواجد ديال الفلوس عندنا جوج مصطلحات وكتعرفوهم ديجا هي بنك وكاس كنبدا كاينه بنك وكاينه كاس هادشي كامل راه عندكم كما قلنا للتذكير في بلون كونطاب اوكي ندوز اشنو كيعني بنك هو الكونت بنكير ديال المقاوله كنشوفوا فيه شحال ديال الفلوس كونت بنكير لا كاس يعني الفلوس المتواجده او سان دو لونتربريز بحال لا عندك شي صندوق وفيها الفلوس اوكي دونك سي لا كاس سي ليسبيس سي لا ديسپونيبيليتي ديسبيس او سان دو لونتربريز ندوز تريزوري باسيف تريزوري باسيف فيها ثلاثه ديال لي كونت ولا ثلاثه ديال لي شوز دونك خصنا نهضروا عليهم كاين كريدي ديسكونت OK. Crédit de trésorerie. Trésorerie. OK. Banque. Solde créditeur. Voilà, trois éléments. نهضر على هادو بعجاله. Donc crédit discount, c'est un crédit, اللي غتعطي لك البنكة بشرط انك كتدلي ليها بواحد الوثيقة اللي كتسمى ان اف دو كوميرس. ان اف دو كوميرس سي ان تيتر كي ريبريزونت ان كريونس. اوكي نشرحها بطريقه مبسطه مثلا كنهضروا على الكمبياله الكمبياله هي ليتر دو شونج واحد الوثيقه كيتعاملوا معها اللي كيتعاملوا بها لي كوميرسون مثلا عندنا فورنيسور افيك سون كليون دونك غادي يبيع ليه بالكريدي غادي يصاوب هذه الوثيقه غيعمر لي دوني ديالو غايقول ليه مثلا غتخلصني من هنا دو موا اوكي صافي سنا فيها عطى الكليون وافق على هذاك الشيء شنو شنو هما الامور اللي كتكون في هذه الوثيقه المعلومات على الفورنيسور معلومات على الكليون لا سوم اللي كيسالو ولا دات ديشيونس يعني الاجل اللي خصو يدي فيها هذه لا سوم اون فوا كيصوبها لو فورنيسور كيعطيها لو كليون لو كليون شنو كيدير كيقراها الا كان متفق على هذا الشيء كيسنيها وكيرجع ليه الاصليه وكيخليه عنده اون كوبي حتى هنا مزيان اوكي شنو هو نورمال لو نورمال هو انا كنتسنى لي شيونس وكنمشي عنده وكناخذ فلوسي وكنقطعوا هذيك الوثيقه تو سامبلومون كاين حالات هذا الشيء غادي تشوفوه في درس خاص بلي زوبيراسيون كورونت شابيت خاص بلي زيفي دو كوميرس هنا باش نبسطوا المساله انني مثلا انا هو داك الفورنيسور محتاج لهاد الفلوس ما فيا ما نتسنى هاد الشهرين هادي شنو خصني ندير بغيت هاد الفلوس دابا كنلتج لابونك ديالي وكنبيع ليها هذاك لي في كنعطيها هذيك الوثيقه وكتعطيني الفلوس دونك هذوك الفلوس اللي كتعطيني طبيعه الحال ما يكونوش كاملين غيكونوا ناقصين هذيك الفلوس اللي كتعطيني كون لابيل كريدي ديسكونت فور فور تري بيان دونك بور لو مون هادشي خصكم تفهموا المهم حتى نوصلوا للشابيتر كي كونسير لي زيفي دو كوميرس اون ديتاي واش صح فيه ان شاء الله كريدي دو تريزوري كريدي دو تريزوري سي كوا هنا كنهضروا لورسكو لونتربريز كتصادف واحد بروبليم اون لابيل بروبليم دو تريزوري يعني نقص في السيوله ما عندهاش ليكيديتي ما عندهاش فلوس يعني فلوسها خارجين كيفاش فلوسها خارجين مثلا انا كنشري من عند الفورنيسور وكيقول لي خصك تخلصني من بعد 15 يوم وبعت للكليون وقلت لي تخلصني من بعد شهر اوكي 15 يوم انا غنخرج الفلوس غادي نخلص الفورنيسور ديالي ولكن الكليون ديالي غادي يخلصني من بعد شهر دونك كاين واحد ديكالاج ديال 15 جو فهذيك 15 جو انا نقصات عندي السيوله في لونتربريز وصل وقت الخلاص ديال الخدامه دونك كومون جو في فير دونك عندي حل وحيد
ولكن نلتاج البنكه وكناخذ ان كريدي كنمشي للبنك ديالي وكناخذ هذا الكريدي باش نخلص الخدمه ديالي. هذا الكريدي كيتسمى كريدي دو تريزوري لان البنكه كتكون عارف الوقيته اللي كيدخل لك فيها الفلوس والوقيته اللي خارجين فيها الفلوس وبالتالي كتعطيك هذا الكريدي والمده ديال الكريدي كتكون قليله كتكون ما بين ان سومين حتى لام طبيعه الحال البنكه ما كتعطيش كريديات فابور ضروري كاين دي زانتيغي اوكي دونك سولد كريديتا كما شفنا لو كونط بانك يقدر يكون سولد ديبيتور يقدر يكون سولد كريديتور الا كان سولد كريديتور سيتادير فو زافي بري دي كريدي من عند البنكه ديالك اوكي كنحطو فهاد لو كوتي. نتمنى ان يكون توفقت في الشرح ديال هاد لابارتي. نجيو نهضروا على الاسس ديال الكلاسمون يعني هاد المشرع فاش حط لي دوني ديال هاد لي دوني بهاد الطريقه دونك كاين ان برينسيپ دونك غادي نشوفوا هاد المرحله هادي نشوفوا لو برينسيپ دو كلاسمون دي زيليمون د لاكتيف دو باسيف دونك اون بارل د لاكتيف دونك لاكتيف يعني بورسون كلاسمون نعتمدنا على واحد المصطلح سميتو ليكيديتي. دونك سي كوا ليكيديتي؟ Liquidité, c'est la transformation des biens en liquide, en argent. C'est la liquidité, c'est la transformation des biens en argent. Et on est capable de mesurer maintenant les moins liquides, jusqu'à les plus liquides. Yani les immobilisations. L'asile d'ailleurs, en quelque ils sont immobiles. Yani ils restent au sein de l'entreprise. Ils ne sont pas destinés à la vente. Yani mais quand tu donnes, tu vends. Quand tu vends, tu vends. On te donne de l'argent. Là, هذا تقدر كما قلنا سوبيريور ايغال انو يعني تقدر تبيعهم من بعد عام كونطابلومون فيسكالمون خصك تبقى تخليهم عندك 5 سنين باش تستافد من لا ريكوبيراسيون دو لا تي في اوكي يعني هنا خصنا الاحتفاظ بهم عام الفوق يعني خصني نتسنى عام الفوق عاد باش نقدر نحول هاد لي بيان اون نارش ستوك ندوزو ستوك الستوك ما يمكنش يتحول لارجون الا لا تباع وخلصك لو كليون لا كريونس يعني حتى كتوصل للمده مثلا انت عطيك كريدي ديال 15 جور دونك تدوا اتوندر 15 جور باش يدخلوا لك فلوس ولا ان موا عاد باش يدخلوا لك فلوس والمده اقصاها في التعامل ديالك مع لي كليون كيكون هو 90 يوم اوكي يعني ماكسيموم جدوا اتوندر يعني واحد المده اللي هي اقل من في بي قلنا الهدف هو لا سبيكولاسيون من هاد لي زاكسيون يعني الربح السريع تا كتشري الاكسيون وكتسنى ان القيمه ديالها ترتفع في السوق يعني في البورصه وكتبيع دونك هنا كتصبر عليها واحد المده اقل من عام سي بون ندوزو للبنك كاس علاش البنك هنا وكاس هي اللي تحت لا بنك يعني بور افوار دارجون جو دو فير دي تروك يعني جو دو سيني شيك كنمشي كندفعو عاد باش كيدخلوا ليا الفلوس اوكي ولا كنمشي للكارت غيشي جو دو طابي مون كود علاش كناخذ فلوس مي لا كاس يعني بغيت الفلوس سي فرونشتاين دونك كناخذ مدي دي في الصندوق كنهز الفلوس سي بور سولا دونك الترتيب جا بهذه الطريقه نبداو بموا ليكيد جوسكو بلو ليكيد مفهوم تري بيان ندوز للمرحله الاخرى دونك عندنا لو كابيتال دونك هذا هو الراس مال دونك يا اما كيكون كابيتال بيرسونيل ديال un exploitant, on parle d'un exploitant ou bien chef d'entreprise individuel, donc on dit capital personnel, ou la capital social, yani les associés, donc le moussahamed dialom, les apports dialom, et kenjbaum, qui atteignent ce qu'on appelle le capital. Quand nous avons le crédit, les emprunts auprès des établissements de crédit, on a un fournisseur d'immobilisation. Il y a une dette de l'estihqaq, de l'aide de crédit, qui est كبر من او يساوي عام. كبر من او يساوي عام دونك هنايا شنو هو لو كريتير اللي استعملنا هنا دونك لو كريتير اللي استعمل المشرع هو ليكزيجيبيليتي وهاد ليكزيجيبيليتي هذا المصطلح كيمشي مع لا ديت اون دي لا ديت اي تيكزيجيبل يعني وصل ليها لا دات ديشيونس وقت الاستحقاق ديالها هنا وقت الاستحقاق ديال هاد الكريديات كيكون اكبر من او يساوي عام اوكي كندوزو الباسيف سيركولون فورنيسور ايطا اي اورغانيزم سوسيو هادو لي ديت يعني هاد كريدي اونفير فورنيسور لي كريدي اونفير ليطا لي اورغانيزم سوسيو مده الاستحقاق ديالها شحال اقل من 18 اقل من عام اوكي او لي ديرنيي تريزوري باسيف سون دي كريدي ا كور تيرم نون دي كريدي ا لون تيرم دونك هنا دي كريدي اي سون انفيريور ستريكتومون ا نون وهنا دي كريدي ا كور تيرم كريدي ديسكونت كريدي
التريزوري كما قلت لكم المده ديال الاستحقاق ديالو كتكون ما بين نين سيمين جوسكا ا موا ماكسيموم اوكي دونك فهمنا دونك عندنا جوج ديال المصطلحات ولا جوج دو كريتير بور لو كلاسمون بالنسبه للكلاسمون ديال الاكتيف كنستعملوا ليكيديتي ليكيديتي سي كوا سي ترانسفورماسيون دو بيان اون ارجون وشفنا كنبداو بالموان ليكيد حتى البلو ليكيد وليكزيجيبيليتي دونك ليكزيجيبيليتي ديال لا ديت هو كنهضروا على لو ديلي دو رامبورسمون دي كريدي ولا دي ديت هنا كيكون مده الاستحقاق اكبر من او يساوي عام وهنا مده الاستحقاق اقل من عام وهنا ا كور تيرم سي دير كيما قلت لكم مده كتكون ما بين سيمانه حتى عام ملي كنصاوب ان بيلون خصنا واحد دي زيليمون خصنا نردو ليهم البال ملي كنصاوب البيلون هنا خصني نسجل الاسم ديال المقاوله دونك بيلون دو لونتربريز بلس لا دات دونك عندنا دو زانفورماسيون خصهم يتسجلوا كوم تيتر بيلون دو لونتربريز او 31 12 ان باغ اكزومبل اوكي سو لا ديم با وخصني التوتال ديال لاكتيف توتال ديال لاكتيف يساوي توتال ديال باسيف هذا ضروري ما يمكنش نهضروا على ان بيلون ديزيكيليبري لو بيلون توجور الي ايكيليبري سولا دون با هذا كيدينا لواحد كيدينا نهضروا على واحد المصطلح اخر هنا الفو فير اتونسيون اسكون بارل دو بيلون دوفيرتور او بيان دو بيلون دو كلوتور دونك كاين دو كونسيبت بيلون دو d'ouverture, bilan d'ouverture et bilan de clôture. Bilan d'ouverture et bilan de clôture. Bilan d'ouverture, on dit Allah bedi ou katsob un bilan. Automatiquement, ma réponse fait résultat. Donc, on dit Allah bedi, bagay ta'raf wach rabha wala khas, ma yemkinch. Donc, bilan d'ouverture, par exemple, le 1-1-N. Le 1-1-N. Bilan de clôture qui dérive la fin d'année, au 31-12-N. C'est clair? Bilan d'ouverture se fait au début de l'année, bilan de clôture à la fin de l'année. Maintenant, moi, quand je résultat, là, on doit parler de résultat. Maintenant, quand tu vois ce que tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Donc, ça peut être positif, négatif ou bien nul. C'est clair? Très bien. Quel résultat fin qu'est-ce que j'ai? Le résultat qu'est-ce que j'ai? Non. Ok. Non, qu'est-ce que j'ai le résultat? T'as le capital. T'as le capital. Qu'est-ce que j'ai le résultat? Kim Magdalena, Kim Magdalena. Ça peut être positif, négatif ou bien nul. Voilà. يعني انت كيفاش خرج هذا الريزلت كدير لاكتيف ناقص الباسيف الا خرج بوزيتيف كتقول ربحتي يساجي دو بروفي الا خرج بوزيتيف دونك اون بار دو بروفي الا خرج نيجاتيف اون بار دو بيرت ولا خرج زيرو كنقول ريزلت نول اوكي انا ملي يخرج ليا بوزيتيف غنقيد هنا ريزلت بوزيتيف لو كونط ديالو هو 1191 الا خرج ليا نيجاتيف سي اون بارت كتدخل بناقص كتبان في البيلون بناقص دونك كتبان بناقص و لو كونط ديالها هو 1199 دونك الا خرجت نول سي با لا بين دو لو مونطري لان والله جبتي التعادل اوكي دونك نتمنى اني كنت توفقت في الشرح الا كنتو اول مره كتشوفونا دونك ما تنساوش انكم تابوناو باش يوصلكم كل جديد السلام عليكم تبارك الله عليكم